السلام عليكم، ان شاء الله انتم بخير وفي صحة جيدة احبتي فين ما كنتم. اليوم غادي نقترح عليكم الحوت بالبطاطا في الفران. طبق سهل ولذيذ بزاف، نتمنى تجربوه. حاجة واحدة هو انه اليوم عندي معايا المساعدة ديالي ياسمين بنتي، الله يطول لي في عمرها والله يشافيها والله يشافي كل المريض ان شاء الله. ضروري ضروري من البركة ديال يديها ان شاء الله. قالت لك هي بغات تشوف الحوتات قبل ما نطيبوهم. المهم جبت لها الحوتات وبغات تشوف فيهم، بغات تشدهم هكا بيديها وتشوفهم. انا اهم شيء هو عندي هو انها تفرح، فهمتيني؟ هو تفرح، ربي يطول لي في عمرها وربي ان شاء الله يشافيها وربي يرزقني الصحة والسلامة باش نعتني بها حتى لاخر لحظة في العمر ديالي. ومن هنا كنحيي كل الامهات او كل واحد كيعتني بانسان مريض، او كل ام عندها طفل مريض او طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. من هنا تحية تقدير كبيرة 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 ليهم، وكنطلب من الله ان شاء الله يجعل كل عمل كيقوموا به في الميزان الحسنات ديالهم. وعلى بركة الله نبدأ ان شاء الله في تجهيز الطبق، ابقوا معي. Thank you.